في إطار مكافحة الإجرام الحضاري وبناء على معلومات وصلت إلى علم عناصري بفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية جيجل، مفادها قيام أحد الأشخاص باستغلال مستودعات تقع تحت مسكنه في تخزين وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة. التحريات التي باشرتها عناصر مكنت من تحديد هوية الشخص ومكان هذه المستودعات، أين حجزت 12752 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، فيما يبقى المشتبه فيه في حالة فرار.